إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. بين كرواتيا برازيل الكرة الأوروبية والأرجنتين، أنوار الأساطير العالمية، مارادونا في صغري وليو ميسي في كبري، الأسطورة دييغو مارادونا في المنصة الشرفية في هذه المباراة. نستعرض تشكيلة دائرة المنتخب باير، والبداية بالمنتخب الأرجنتيني. حراس المرمى لويلي كابايرو، يمين الدفاع إدواردو سالفيو، على اليسار تاليافيكو، محور الدفاع طبعا للمنتخب الأرجنتيني لأوتاماندي وجابرييل ميركادو. في الارتكاز خافير ماشينانو وانزو بيريز، ثلاثي وسط الميدان الهجومي ماسيميليانو ميزا، ليو ميسي وماركوس اكونيا، والمهاجم سيرخيو اغويرو باختيارات المدرب خورخي سان باولي. إلى تشكيلة المنتخب الكرواتي، الحراسة لدانيال سوبازيتش، يمين الدفاع فيرسالكو، على اليسار إيفان سترينيتش، في وسط الدفاع توماغوي فيدا وديغان لوفرين، لاعبين اثنين في وسط الميدان الدفاعي إيفان راكيتيتش وبروزوفيتش، ثلاثي وسط ميدان على اليمين ريفيتش، على اليسار إيفان بيريسيتش، لوكا مودريتش يلعب تحت القناص سوبر ماريو مانزوكيتش باختيارات هذا المدرب زلاتكو داليتش. يدير هذه المباراة طاقم تحكيم أوزباكي بقيادة حكم الساحة رافشان إيرما. يرجع من جديد الحارس سوبازيتش، تويلة من حارس بيريسيتش يراوغ أم لا، يصدد وكابايرو، ممتاز جدا كابايرو، إيفان بيريسيتش الرهيب يتلاعب. هذه كرة في القائم الثاني بالرأس، استاديوم النوفغورود ستاديوم 44,000 متفرج. إصابة تبدو ليست سهلة نيكولاس أوت، لكن أوت ماندي إيفان راكيتيتش، كرة خطيرة، كرة كرواتية قوية على الدفاعات الأرجنتينية، مخدع والكرة لميسي، غريبة غريبة وعجيبة. اليوم منذ بداية المونديال غايب عليه التركيز، وينو أغويرو، التصويب، التصويب رائع ممتاز، إنزو بيريز، وكذلك وصول لماركوس أكونيا. داموغوي فيدا قلب الدفاع الكرواتي، والحكم يأتي مخالفة للمنتخب الكرواتي، حرب كبيرة حماية الوتيس. إيفان راكيتيتش هو ضحية دورة في المباراة، إيفانش وبروزوفيتش. ترجع الكرة، الحكم طبعا يأتي مخالفة ضد ماريو مانزوكيتش في 20 دقيقة لعب، ويعدي تلافيكو، كرة غدارة من المدافع الأكس أمستردام. في هذه اللقطة الأخيرة ماركوس أكوريا مهاجم سبورتينغ لشبونة البرتغالي، لا يملك الخبرة الكثيرة مع المنتخب الأرجنتيني. أغويرو، أغويرو يوزع، ركنية للمنتخب الأرجنتيني، التدخل الأخير كان هذه هي الكرة بالرأس، لكن مباشرة خارج الميدان، والكرة جول، غريبة يا أنزو بيريز، أنزو بيريز، رابيتش اللي وزع، غريب 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 هذا التعامل الدفاعي الأرجنتيني لتلافيكو اللي وزع، ريبيتش يوزع، وترجع الكرة بمخالفة، أكيد مخالفة كالعادة ضد أنتيتش. ريبيتش ماذا يفعل؟ ريبيتش، ريبيتش ضعفة، ريبيتش مهاجم أيتراخت فرانكفورت يضيع الإسبقية الكرواتية بكرة مثل ما يفعل في نادي برشلونة، مثل ما كان خورخي بروتشاغا. الورقة الصفراء، إيفان بيريسيتش رائد، جابرييل ميركادو بالورقة في كو، أغويرو، أغويرو في التصويب، وسوبازيتش رجل أكبر لكابايرو، يا رب النار، ريبيتش جول، ريبيتش جول، هدية أرجنتينية من كابايرو لأنتي ريبيتش، ومهاجم البطولة الأرجنتين بالنار، يكوي الأرجنتين بالنار كبير.
الفرنسيس أوهام في أوهام. ويلي كابايت يوزع بالرأس ماريو مانزوكيتش. ركنية كرواتية، جماهير كرواتية في حالة هستيرية. إنزو بيريز، إنزو بيريز بكرة مايور يوزع ديبالا. ديبالا عمل الحالة ولكن خارج الموقع. مودريتش يساهم. جول جول. شنو هذا؟ شنو هذا يا لوكا؟ يا لوكا قوة المعركة. زلاتكو دانيتش ينهي